العاصمة البيضاوي. أجرى فريق الوداد بمركب بن جلون في جو ماطر وبارد حصة تدريبية صبيحة هذا اليوم في حضور أبرز لاعبيه وعلى رأسهم نادر المياغري ومحمد بن رابح، بالإضافة إلى الكونغولي فابريس أونداما وبكري كوني ليفواري. نادي وداد الأمة بعد تحقيقه لفوزين متتاليين، الأول أمام أولمبيك آسفي بالدار البيضاء بهدف مقابل صفر، والثاني في الأسبوع الماضي بملعب الفوسفات أمام أولمبيك خليبكا بهدفين مقابل صفر، يسعى للحفاظ على صحوته. وأظن بأنه كل واحد كيتمنى باش الفريق ديالو يفوز بالمقابلة. كنتمنى باش هذه المقابلة تدوز جو رياضي ممتع اللي كان الجمهور كيجي باش يشوف الفرجة وكيجي باش يشوف مقابلة في المستوى، والرابح الأكبر هو الرياضة تكون نظيفة، تكون المقابلة نظيفة. المقابلة ديال الديربي كما جات الجميع يعني عندها خصوصية ديالها، يعني أي فريق كيبغي يفوز في هذه المقابلة سواء لعب على الدوري المغربي ولا ما لعبش، يعني فريق رجاء البيضاوي ولا فريق الوداد البيضاوي كيستعدوا لهذه المقابلة بما فيه الكفاية، ونتمنوا الله باش تفوت هذه المقابلة في أجواء رياضية، واللي كان الفائز كنتمنوا له التوفيق إن شاء الله، ونتمنوا الله باش نحرزوا على ثلاث نقاط إن شاء الله باش ناديو الجمهور فريق الوداد البيضاوي. الفريق الأحمر بات مستعدا نفسيا لمباراة الديربي عندما يواجه الأخضر الرجاوي الوداد. أرغم الرجاء البيضاوي على التعادل بهدف مقابل هدف في مباراة الذهاب، وتقدم في النتيجة لمصلحة الوداديين الإيفواري بكري كوني إثر تنفيذ ضربة حرة مباشرة بشكل رائع في الدقيقة 26، وأدرك التعادل للرجاء كوكو في الدقيقة 88. بالنسبة لنا مباراة تكون قوية، فالديربي يعني يعني عنده واحد الطعم خاص، وإن شاء الله غادي نستعدوا ما فيه الكفاية باش ندخلوا باش نحققوا ثلاثة نقاط إن شاء الله. نادي الوداد البيضاوي يواصل الإبحار في دروب الإعداد للموعد الهام، وعينه على انتزاع فوز جديد في ديربي البيضاء الذي يظل مفتوحا على كل الاحتمالات.